أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. من لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم، والله غفور رحيم. ويبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصلينا، وكان ذلك على يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ونزغلكم نزغلا كريما. تمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبنا، واتلوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. كل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاهدت أيمانكم، فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تقوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما
تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما تقدم لهم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعددنا للكافرين عذابا مهينا الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأمروا بالمعروف حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الآية حديثا لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الآية حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاري حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان غيرا له ولكن لعلهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنرد على أدبيرها ونلعنهم كما لعنا أصحاب التبصير وكان أمر الله مفعولا أصحاب التبصير وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد خير يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله كذبا وكفى به إثما مهينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وقد آتينا وآتيناهم ملكا عظيما ومنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم رد الله الجلود ليذوق العذاب إن الله كان عزيزا حكيما ليذوق العذاب إن الله كان عزيزا حكيما إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم صدناهم جلودا ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما الذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلاما ظليلا الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إلى الله لأن يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتهاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا بالشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإلى رسول أليس المنافقين يصدون عن سدودا وإلى الرسول أليس المنافقين يصدون عن سدودا
أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يعرفون بالله إن ردنا إلا إذا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم أعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم وقل لهم ضريرا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله ثوابا رحيما وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدهم أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلمون تسليما أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم بلوا أنهم قالوا ما يوعظون به فكان خيرا لهم وأشد تضليلا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم سرابا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك نصيرا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما يقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله ويقتل ويغلب فسوف يؤتي أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إلى فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وأشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون كثيرا ما تكونوا يدركون
يحكم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك وكل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وردنا هذا إلا ذي خطورة وكفى بالله بريدا من يدع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا فإذا برزوا من عندك بيض طائفة منهم غير الذي تقول والله يحفظ ما يضيفون فاعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله توجدوا فيه اختلافا كثيرا إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا خليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرر المؤمنين عسى الله أن يكف بعد الذين فبلغوا الله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له حمل منها وكان الله على كل شيء مقيتا تحية فحيوا بأحسن منها ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه والمصدق من الله حسيبا لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تستعينوا بالله ونصيرا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلمهم عليكم ولقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا تجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويرضوا إليكم
السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتروهم حيث سكبتموهم فأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد وصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها خالد الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الله وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة وتغاشر فيها أولئك مأواهم جهنم وساء المصير. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يدرون سبيلا وأولئك عسى الله أن يعفو عنهم فكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ومعزك الله فقد وضع الجروح على الله وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم
فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفرون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أحد بكم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم خير من القرب والصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين قتالا مضبوطا ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون ويقولون بالله ما لا يرجون فكان الله حليما عليما وترجون من الله ما لا يرجون فكان الله حليما الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أنزل الله ولا تكن لغيرنا مسلما فاستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون إلا الله لا يحب من كان يا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يلا من المولى وكان الله بما لا يعملون عنهم في الحياة الدنيا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما يكسب إثما فإنما يكسب على نفسه وكان الله حليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يكسب سليما وقد اعتمد جدا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك عذرا فقد أضاء الله يهديه أجرا عظيما يشاقق الرسول
من بعد ما تبين له الهدى يتبع سبيل المؤمنين ولي ما تولى ولي جهنم وزلا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك به فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إياه وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله من عبادك مسلما مظلما لأخذلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آلان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ غير وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا وما يعدهم شيطان إلا هرورا أولئك مأواهم جهنم فلا يجدون عنها محيصا الذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به لا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا من أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا السماوات وما في الأرض قد أعلم الله بكل شيء محيطا يستفتونك بالنساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا في اليتامى بالقسط وما تفعلوا من خيرهم فإن الله كان به عليما خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تبصروا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمؤلفة وإن تكرموا وتسموا فإن الله كان غفورا رحيما يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا لله ما في السماوات
يذهبكم أيها الناس ويأتي بها وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أفضلوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقل الله فلا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ارتدوا وكلفهم الله يغفر فلا ليجزيهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يرزقون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مرون إن الله جامع المنافق لنا وكذلك لنا في جهنم جميعا نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافق لنا وكذلك لنا في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستعذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم ويجعل الله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا
الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وزرهم أجود الله المؤمنين أجرا عظيما يفعل الله بعذابكم إذا كفروا وأمنتم وكان الله شاكرا عليما بأمانيكم ولا أماني أهل
أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به لا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نصيرا أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا لله ما في السماوات وما في الأرض قد أعلم الله في كل شيء محيطا يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وان تقوموا في اليتامى بالذل وما تفعلوا من خيرهم فان الله كان به عليما وان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصالحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تبصروا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا أن تستطيعوا وأن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمؤلفة وإن تكرموا وتسموا فإن الله كان غفورا رحيما يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما لله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشاء يذهبكم أيها الناس ليأتي بعملنا وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا ولا وكان الله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد فريضة إن الله كان حليما حكيما من لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات
والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على اجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ونزغلكم نزغا كريما ما تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما كل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاهدت أيمانكم آتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تخفوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا حبتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعددنا للكافرين عذابا مهينا والذين
ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان وحده فإنا فزاد حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا تقربوا الصلاة وأنتم سكاري حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان غير الله ولكن لعلهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنرد على أدبيرها ونلعنهم كما لعنا أصحاب التبتير وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد خير عظيما يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله كذبا وكفى به إثما مهينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى
من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين دعاهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا من الملك فإذا لا يؤتون الناس نظيرا يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وقد آتينا إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما ومنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وتدخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إلى الله لأن ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإلى رسوله يعيشون بقلنا يصدون عنا سدودا وإلى رسوله يعيشون بقلنا يصدون عنا سدودا كيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إثارا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم أعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم وقل لهم طريقا وما أرسلنا من رسول إلا ليؤمنوا
ما بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويرزقوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. تجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويرضوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث سكبتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد وصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها خالد الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الله وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة وتغاشر فيها أولئك مأواهم جهنم وساء المصير. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يجدون سبيلا وأولئك عسى الله أن يعفو عنهم فكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله
يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله وما يزيد الله سبحانه وتعالى نوره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن كنتم أيمنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفرون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فلنظر بهم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون ويقولون بالله ما لا يرضون وكان الله حليما عليما وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله حليما الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما عليك الله ولا تكن لغائبين مسلما فاستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون إلا الله يحب من قوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يلام من المولى وكان تسليما أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم بلوا أنهم فعلوا ما يوعظون به فكان خيرا لهم وأشد تضليلا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك نصيرا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن
منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما يقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله ويغتر ويغلب فسوف يؤتي أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت قاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إلى فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون كثيرا ما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله من يدع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا فإذا برزوا من عندك بيّت طائفة منهم غير الذي تقول والله يحفظ ما يضيفون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله توجدوا فيه اختلافا كثيرا إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا
قاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرر للمؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له حمل منها وكان الله على كل شيء مقيتا تحية فحيوا بأحسن منها وردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه وصدق من الله حسيبا لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تستعينوا بالله ونصيرا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلمهم عليكم ولقاتلوكم فإن اعتزلوا